النهارده انطلق عرض فيلم فرح في السينمات اللبنانيه، وهو من بطوله ستيفاني عطله، اسعد رشدان، بياريت قطريب ويوسف بولس، ومن اخراج حسيبه فريحه. احنا كمان كنا موجودين بالعرض وقابلنا نجوم العمل. مبروك على كل الجوائز اللي حصلتوها اوريدي، وان شاء الله سون كمان تحصدوا جوائز اكثر. بعدكم هيك عم بتجولوا فيه للموفي؟ ايه اكيد، هيدا الفيلم جاهل بلينا فتره لان احنا صورناه من فتره وما انعرض لهلا، ورجع عمل برمه مهرجانات حلوه كثير، يعني من مصر لكندا لامريكا، وهلا واصل لهون لعنا على لبنان. وايم فيري هابي، هيك قلبي كبير، يعني بس تشوفي عمل هيك اعطيتيه من كل قلبك وفجاه العالم عم بتشوفه، احساس غريب بس حلو كتير. وبهالفيلم الجمهور رح يشوف ستيفاني عم بتجسد شخصية لينا يلي بتكون بالجامعة وبتعاني من كوابيس متكررة. تبلش تصير حدا بالحياة وإذ ما بنعرف شو بيصير معها. عم نحكي عن سايكولوجيكال ثريلر، عم بحمسك مش عم بخوفك، بس هذا الفيلم يعني مثل ما لاحظتي شوي غريب وفيه من كل شيء، وبعتقد انه موضوعه الأساسي إذا بدك قلك عنه هلأ هو الصحة النفسية.